السلام عليكم بنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ دائما في اطار شهيوات رمضان، دائما مع المملحات. هنا غادي ندوزوا لواحد المملحات اخرين اللي بالسبانخ والكروفيت. غادي تشوفوا معايا، هنا خديت واحد الاناء كنوضع فيه شويه ديال الزبده، واحد الرويس ديال البرو، وغادي نخلي هادشي كلشي كيتشحن، ودرت شويه ديال الثومه. هنا غادي نعطيكم المقادير والطريقه في نفس الوقت باش ما يطواش عندي الفيديو. غادي نخلي هاد البوارو ديالي كيتشحر حتى كيهبط واحد شويه. هنا ملي كتهبط عندي هاد البرو، كنضيف لها واحد 400 واحد الربطه ديال السبانخ اللي كنكون قطعتها من قبل وشحرتها. هذا باش زوينه ملي كتطبقوا الخدمه ديالكم وكديروا لا ميزون بلاص، كلشي كيجيكم سهل. وكنخليوها حتى هي كتشحر، هي اصلا مشحره، غادي غير تشرب لينا هاد القامه هادي داك الزبيده والنسمه والثومه. غادي نضيف الملحه، من بعد غادي نضيف شويه ديال الابزار، غنضيف واحد المعلقه ديال قطريه ديال لينيم، غنضيف واحد الحبه ديال الفلفله حمراء وخضراء، غير نص حبه، نص حبه هكا مشويين، كيجيو زوينين وكيعطيونا لوكو زوين. وغادي نخليو هادشي كيتشحر مزيان. هنا ملي كيتشرب عندي هاد السبانخ والفليفلات وكلشي كينسج مع بعضياتو، غادي نضيف واحد 300 غرام ديال هكا الجامبا اولا الكروفيت، وغادي ندوزوهم هكايا، نخليوهم حتى هما حتى كيطيبو. وغادي نضيفو ليهم الاجبان. هنا من بعد ما كيتشحر عندي الكروفيت كما شفتو، اللوينات كيكونوا مساجمين مع بعضياتهم، كيبقاو اللوينات كلهم في اللون ديالهم الاصلي. دابا غادي نضيف واحد شويه ديال الربيع، هو الاخر باش كيبقى عندي البنه ديال الربيع ديال المعدنوس. وغادي نطفي عليهم البوطه، و غادي ندير الاجبان. هنايا ضفت هنا الجبن كما كتشوفوا، اما بالاعشاب اولا يكون ناتيغ اللي بغيتو. ضيفوا واحد 100 غرام حتى 150 غرام. عندي هنا جبن احمر، عندي هنا موتزاريلا، يعني ضيفوا الاجبان اللي تبان لكم يعني ملائمه. انا عطيتكم هذا الشيء اللي درت، وانتم كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تكتفيوا غير بجبن واحد، ولكن راه كيجي لذيذ بزاف هاد الحشوات هادو. صافي، غادي نخلي الحشوه ديالي كتبرد جانبا وندوزو للوصفه المواليه. دوزو دابا باش نطويو هاد الشكيلات هادو ديال لي زيبيناغ اللي درتهم هكا على شكل مستطيل. انا خديت هاد المول هذا صغيور وعلى شكل مستطيل. غادي ناخذ الثلث ديال الورقه ونحطو بحال هكا، وكنثبتوا القاعده مزيان. كناخذ واحد الطرف ديال الورقه وكنديروا هكا الوسط، ونعمروا الحشوه ديالنا ديال السبانخ والكروفيت. المهم نتوما ديروهم على شكل هكا ولا شكل مثلث كما بغيتوهم. هادو كيجيو هكا بحال القنيطات على شكل مستطيل صغير، وكنسدو. كنحيدو هاد الودينات هادو هكا، وكندهن بيض البيض
وكنثبتو كنزيرو مزيان. كنتحصلوا على مستطيل بحال هكا صافي. ومن بعد كندهنوهم بشويه ديال الزيت وكندخلوهم الفران كيتحمروا وكنقدموهم بالصحه والراحه. هنا غندوز لواحد الوصفه اخرى ديال المملحات، وهما بسيطلات بالحوت والدجاج. غتشوفوا معايا طريقه زوينه، هذه ما فيهاش شرموله. هادو غادي نطيبوهم بالصلصه البيضاء يعني بلا كريم فريش. وغتشوفوا معايا المكونات. كنحتاج هنا نص كيلو ديال قطع الدجاج اللي مقطعها كرقيق، عندي هنا نص كيلو ديال الهبره ديال الفرخ حتى هو مقطع رقيق، عندي هنا واحد 300 حتى 400 غرام ديال الكروفيت، عندي هنا الفطر معلب، عندي هنا البرو واحد الراس كبير ديال البرو، عندي هنا الفطر الاسود، وكنحتاجو الكريمه ديال الطبخ، وكنحتاج هنا الابزار، العطريه ديال الكروفيت، الملح الصيني والملحه، عندي هنا الثومه اللي غادي نشحر بها كلشي، وشويه ديال الهريسه. هنا انا استعملت هذه ديال الدار، اللي ما عندهاش راه تستعمل الاخرى اللي كتباع جاهزه، غير هي كتكون شويه محمضه. ندوزو على بركه الله الطريقه، وغتشوفوا معايا المكونات الاخرين وحنا كنصوبوا في الفيديو. هنا كناخذوا المقله ديالنا وكنوضعوا فيها الزبده، غادي نزيد على واحد شويه ديال الزيت معلقه، وغادي نضيف شويه ديال الثومه، غادي نشحر الكروفيت هو الاول باش تبقى لي ديك البنه ديال الكروفيت داكشي كامل. غادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نضيف الكريمه ديال الطبخ شويه، لان كلشي المكونات غادي نطيبوهم في الكريمه. نضيفو شويه ديال الهريسه على حسب الذوق، انا عندي هذه شويه حاره، وشويه ديال الملح الصيني. غادي نشحر هذا الشيء وغير شويه يتشحر عندي الكروفيت ونحيدو وندوزو للمكونات الاخرى. هنا صافي كما كتشوفوا تشحر عندي الكروفيت، غادي نحيدو ونفس المقله غادي نضيفو لها عاوتاني الثومه. داكشي باش قلت لكم انا راه المقله اللي خصها تبقى هي، وغادي نضيفو لها الكريمه باش كتبقى عندنا داك البنه ديال الكروفيت كامله. وغادي نضيف هذاك الدجاج اللي عندي مقطع طريفات صغار، حتى هو غنضيفو له شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. واللي بغات عاوتاني تضيف الهريسه تضيفها ماشي مشكل، وغادي نضيف شويه ديال الهريسه نشحروا هاد الدجاج هذا مزيان. هاد الاثناء هادي غادي نضيف انا بودره ديال الكروفيت باش الدجاج يتنسم ليا مزيان، واحد المعلقه صغيره ديال بودره الكروفيت او العطريه ديال الكروفيت كتباع جاهزه، واللي ما عندهاش راه تاخذ غير الكشور ديال الكروفيت وتيبسهم في الفران وتطحنهم حتى هو كيعطي نفس المذاق. هنا تشحر عندي الدجاج، غادي نحيدو ونزيدو فوق الكروفيت ونكملو الوصفه. ونفس المقله ايضا كنضيف الزبده وشويه ديال الزيت، غنضيف الثومه ونضيف الكريمه ونشحر الحوت.
هادوك لي البسطيلات هادوك يجيو داد، حتى اللي بغات ديرها بسطيله كبيره راح ديرها بسطيله كبيره، هي ما تخلطش المكونات. انا مادام عندي لهم بسطيلات صغارين، وتعرفوا رمضان كيبغي داكشي كيكون صغيور، باش ماشي هكا مويان ولا شي حاجه، كيكونوا دي ميني باستيا باش الواحد كيقدر ياكل من هنا ومن هنا. هنا غادي نضيف الملحه، تردوا بالكم مع الملحه بزاف لان كنبقاو نزيدوا الملحه. هنا شويه ديال الملح الصيني، وغادي نضيف الابزار. صافي، ونخلي ثاني هذا الحوت هذا كيتشحر عندي ويشرب هذيك الكريمه. هنايا تشحر عندي الحوت، صافي كنخليه واحد جوج دقائق ما كنفوتوهاش فيهم. غادي نتا هو نزيدو على المكونات الاخرى اللي نصفيه ونخليه نفس المقله. هنا نفس المقله غادي نضيف عاوتاني شويه ديال الزبده، غنضيف الثومه اللي بقات ليا، وغادي نضيف البرو، نتناو عليه حتى يتشحر حتى هو شويه. غادي نضيف الفطر معلب، غنضيف الملحه والبزار، وغادي نضيف الكريمه زايد على الاول لان خصني لاصوص اللي غتشرب ليا الفيرميسيل. غادي نضيف الفطر اسود، ونخلي هادشي كيتشرب، وعاد نزيد عليه الفيرميسيل. هنا كيتشربوا عندي هاد العناصر كاملين، كنضيف عليهم واحد جوج ديال الجزرات اللي سبق لي وشحرتهم من قبل باش ما كيشدوليش الوقت بزاف. هاد البسطيلات هادو كيجيو غنيين ولذاذ بزاف، ويعني ماشي اعتياديين بحال الاخرين اللي فيهم شرموله، هادو فيهم بزاف ديال لاصوص ديال الكريمه. ونخليو هادشي كيتشحر، وعاد غادي نضيف الشعريه. غادي نضيف هنا واحد جوج مربعات ديال الشعريه، الا بغيتو تضيفو حتى كثر ضيفو كثر، انا هنا اكتفيت بجوج. وغادي نخلط هادشي كله هاد المكونات وتشرب عندي وتصحو الذوق ديالكم. الا ناقصها الملحه او الهريسه او شويه البزار، بقاو تحركوا فيه حتى تنشف، يعني ما خصهاش تبقى فيها الماء بزاف باش ما تقطع لكمش الورقه، يعني غتبقاو تحركوا حتى تنشف عندنا هاد الحشوه هادي من الكريمه، وتشرب هاد الخضر هادي كلها كتشرب. صافي ونحيدوها. دابا غندوزو الكريمه اللي غادي نخلطوا بها هاد المكونات كلها. ندوزو دابا الكريمه باش غادي نجمعوا هاد المكونات هذه كلها. كناخذوا المقله كنوضعوا فيها معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزبده، وشويه ديال الزيت، ثومه بودره، وشويه ديال الابزار، وغادي نضيف الملحه حتى هي، وغادي نضيف هنا الكريمه، ونتسنى على هاد المكونات هادو حتى يغلاو. غادي نضيف شويه ديال العطريه ديال الكروفيت، كتلدد بزاف. اللي بغات تضيف عاوتاني شويه ديال الهريسه تضيفها، ولكن انا بركه كنظن بركه باش ما تجيناش غالبه عليها الحروره بزاف. نتسنى على الكريمه حتى تتجانس. صافي
صافي هنا غلات عندي هاد الكريمه هادي، غادي نضيف ليها الفرماج. انا درت هنا خليط ما بين الفرماج الاحمر والفرماج ديال الموتزاريلا. غادي نضيف واحد نص علبه ديال الماسكاربون، وغادي نضيف شويه واحد جوج معالق كبار ديال الكريمه صلصه ديال البيشاميل اللي صوبتها بمرق الدجاج. وغادي نخلط هاد الكريمه هذه كلها، حتى كتجانس معايا هادشي كله. وغادي نخلطو عناصر كلها. دابا غنخلطو الخليط ديال الحوت والكروفيت والدجاج، ونزيدو عليهم هذاك الخليط ديال الخضر، ومن بعد غادي نخويو عليهم هاد الصلصه هذه. شوفوا كيفاش كتجي زوينه بزاف عاد. هنا دابا عندي الحوت، عندي الدجاج، عندي الكروفيت لتحت. غادي نخلط هاد العناصر شويه صافي، وغادي نضيف ليهم هذاك الخضر اللي خلطنا ما بين الشعريه. وغادي نخلط هاد العناصر كلها بيلا باش كل حاجه كتاخذ حقها في داك النسمات. وغادي نضيفو الصلصه ديالنا اللي كتجي بنينه وخطيره، خطيره بزاف. صافي غادي نخلي هاد المكونات كلها كتشرب مع بعضياتها، ومن بعد غادي نخلي الحشوه ديالي كتبرد تماما. انا غادي نخليها في الثلاجه، غادي نغطيها ونخليها في الثلاجه حتى كتشرب عندي هاد العناصر كلها، وعاد ندوزو باش نشكلو سواء بغيتوهم بريوات اولا مثلثات يعني اولا سيجار اللي نتوما واللي بغيتو. انا غتشوفوا معايا التشكيله اللي غادي ندير. ندوزو دابا لواحد الشكل ديال الحوت اللي درنا بالكريمه. كناخذ هنا كلشي، كناخذ ليه ربع ورقه، وكناخذ هاد الزليفه هادي اولا اطار اولا دينام هكا طوال. وغادي نعمر بالحشوه ديالي. شوفوا الحشوه ملي كتبرد كيفاش كتكون، كتكون معلكه مع داك الكريمه اللي درنا ليها وداك الفرماج. وكنضغطو مزيان باش كياخذ ليا الشكل، انا بغيتهم يجوني شويه بومبي. وغادي نعمر عادي، غادي نسد وانا يديا في البيض البيض. صافي وكنضغط مزيان حتى كياخذ ليا الشكل ديال هاد الزليفه هادي اللي انا بغيت. صافي وكنحيدوها، كنتحصلوا على بسيطلات بحال هكايا كيجوني بومبي. وغادي ندخلوهم هكا كيتحمروا في الفران، ومن بعد ملي غادي يطيبوا راه غادي تشوفوا معايا التزيين ديال الاشكال اللي درنا كاملين. ونتلاقاو ان شاء الله في الاشكال اللي درنا كاملين في الاولين، في الجزء الاول وفي الجزء الثاني. وهادو هما الاشكال النهائيه ديال الجزء الاول والجزء الثاني ديال البسيطلات اللي درنا.
هاد الاولانيين علي من اللي بالكفته والسلامي، وهادو بالسبانيخ درت فوق منهم الفروماج ديال بيستو خضر، وهادو ديال الكريمه والحوت، وهادو ديال الخضر والدجاج. كنتمنى ان هاد الاطباق هادو ينالوا الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوهم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، ونقولكم الى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.